السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ما خوتنا اللي في الغربه اذا رسميا تم الغاء المقابله الوديه بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الغامبي بعد ما اكد هذا الخبر الاتحاد الغامبي وللاسف للاسف للاسف التاخير الغير يعني مفهوم من قبل الاتحاد الجزائري يعني المصدر الرسمي هو الاتحاد الجزائري بعد الاخبار المتضاربه بالامس نظرا لغياب بعد ما سمعنا احنا انه غياب 14 لاعب من من منتخب الجامبي لكن للاسف ما كانش معلومه مؤكده ولا مصدر رسمي ياكد لنا انه يعني ربما المقابله تلغى او يعني من شيء من القبيل هذا شح المعلومات ايضا الجانب الجزائري ولا الطرف الجزائري مصمم على اجراء المقابله في في وقتها آه نظرا للحاجة يعني الأساسية للتحضير الجيد لكأس أفريقيا ولكن للأسف أنه الجانب الجامبي آه يؤكد أنه إصابة أكثر من 14 لاعب وبالتالي آه غياب أيضا الحارس ما نقدرش الجانب الجامبي ما يقدرش يشارك في مقابلة بدون حارس آه يعني الاتحاد الغامبي السباق لليوم اعلن رسميا انه ما كانش يعني لا يستطيع انه اجراء المقابله في غياب 16 لاعب يعني اكثر من 54% يعني من غياب التعداد الكامل من بعدها خرج الاتحاد الجزائري في الموقع نتاعو ويأكد انه قال رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الجزائري كرة القدم والمنظمون فان المباراه الوديه التمهيديه لكاس افريقيا كذا كذا الكاميرون في بين الجزائر وغامبيا المقرر اجراؤها يوم السبت 1 يناير 2022 على ملعب قطر ملعب الدوحه لن يقام في نهايه المطاف يعني ما كانش مقابله وديه قرر الفريق الغامبي من جانب واحد يعني هما اللي قرروا احنا ما يعني ما كناش حابين يعني تصل الامور هذه ولا يعني احنا كنا باغين نلعبوا مقابله وديه يعني يعني شغل استنكر انه المنتخب الغامبي او اتحاد الغامبي هو اللي قرر فقط يعني من جهه واحده ما شاوروناش يعني وقبل ساعات قليله من هذه المباراه, المباراة، الغاء هذه اللقاء بحجه ان هذا الاختيار يسجل غياب حارس مرمى يعني ما عندهمش حارس مرمى يستنكر الاتحاد الجزائري كره القدم هذا الموقف الذي يظهر نقصا كبيرا في في الاحتراف والاحترام تجاه الاطراف التي وضعت كل شيء في مكانها لانجاح هذه المباراه التحضيريه في بلد شقيقه وللقطر. من خلال الاتحاد القطري لكره القدم الذي لم يتردد في تقديم كل المساعدات اللازمه يعني رسميا اوفيسيال للاسف المقابله تلغى ولن تجرى في موعدها ولا في توقيتها المسبق اذا للاسف المنتخب الوطني يفقد مقابله وديه اللي راح تخليه يحتك ايضا ويشوف طريقه لعب غامبيا اللي تشابه ممكن غينيا استوائية او سيراليون لكن للاسف ضيعنا مقابله وديه بقات لنا مقابله غنا، ان شاء الله مقابله غنا، يكونوا اللاعبين كامل واجدين خاصه المصابين واللي واللي كانوا مرض بالكورونا واللي شفاو للاسف يعني ضيعنا مقابله وديه على بالي جمال بالماضي راح يكون غاضب رسمي يعني هذا شيء مفروغ منه غاضب لان هذه الظروف ما تخدمش المنتخب الوطني حقيقه الصراحه نهضروا اخوتي هذه الظروف نتاع غيابات وتاع اصابات والغاء المقابله هذه كلها ما تخدمش في مش في مصلحه المنتخب الوطني نتمنى توفيق المنتخب الوطني ان شاء الله المقابله الثانيه تاع غانا تكون في وقتها وان شاء الله لاعبين اللي على الاقل نسبه كبيره من اللاعبين يشاركوا باش نو المدرب يوقف على مدى جاهزية اللاعبين واختيار بعض الخطط التكتيكية لكاس افريقيا للأسف المباراة ألغيت إذا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في الأخير متقنا مع من فيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته